انا عمري ما كنت كاتبه محترفه بالمعنى اللي فما مسافه بيني وبين اللي نكتبه، لكن طول عمري كي نكتب سيتي اون كات بيرسونيل منطلقها ما ثلاثة أسئلة اللي قال محمد الطالبي رحمه في كتابه ليطمئن قلبي، من أين جئت، ماذا أفعل هنا، إلى أين أذهب. هي سيتي اون كات سبيريتويل أو رحلة روحانية عن مسار الإنسان في الكون كيفاش يعيش، وأكيد أنه فرق كبير بين كيفاش كنت نعيش 20 سنة التالي وكيفاش نعيش تو، لكن في الآخر هو الهدف الاساسي هو جهاد النفس، انك تترقى بنفسك قدر الامكان، معناتها سي سا لو بلوز امبورطون، وانك تكون اردح انت مرتاح، خاطر الانسان اللي متدين وماهوش مرتاح معناه ماهوش متدين. وهذا يفسر انه الناس التفجيرات والاقصاء الاخر والكره، اذا كان ما وصلكش الدين او اللادين ما يهمنيش نيه ثنيه، الاسلام او اي دين اخر ما عندي حتى اشكال، كل واحد وحكايته وكل واحد وطريقه، كان ما وصلكش للاطمئنان الا بذكر الله تطمئن القلوب ما نجحش، فما مشكل، مشكل مش في الدين، مشكل فيك انت كيفاش تعاملت معاه. دونك كلمة متصوفة ما نحبهاش، خاطر كل لي زيتيكات ما نحبهمش. فاش عندي في التسمية ما يهمش، هي اون فيرسيون تاع كائن معين عابر في الدنيا كيما الناس الكل. في اخر حاجة ديما نقولها تعجبني الصورة هذه، إذا كان ما واحد ما ماتش في البحر ولا ما طرقتش به طيارة، وأنا عندي فوبيا من الطيارات، باش تلقى تقعد في الآخر اون ابيتاف مكتوب عليها فلان الفلاني عام كذا كذا، مطة صغيرة عام كذا كذا. دونك كما يقولوا ريستورا دو توا سكو توا دوني، سيبقى منك ما اعطيت، مش معناها مباشره ما اعطيت من عرشه. انت حمزه عملت قداش من ايميسيون، سيغتان ما واحده من ليزيميسيون هذيك ولا من الكلمه اللي قلتها اثرت في واحد بعد 100 سنه، لا انت باش تكون هوني لا هو باش يكون هوني، لكن هو بك الكلمه هذيك ربى اولاده بطريقه معينه اثرت فيه. فما ثماش حاجه نعملوها تضيع، فما حد شيء اللي نعملوه في الدنيا تو يقعد، كعلاش نعمل بقانون الكارما وراه من منظور اسلامي، دونك ما يضيع حتى شيء، وهذاك علاش اون اي لا بور دوني اي كونت اون دون اون ريسوا.